الله يعينك يا الصفر. هذا الصفر اللي لو كان رقم صحيح كان خلص. أنا بديت من الصفر، هو بدأ من الصفر، أنت بديت من الصفر، هم بدأوا من الصفر، صفر 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 صفر. هالصفر هذا ما له وجود يا جماعة الخير. إي والله ما له وجود. أنا أعتقد بأنها عبارة محتاجة لتصحيح. أنت يا أخي المعد، يا أخي المذيع في قناة، لا تقول، لا تركز على أن الضيف حقك تخليه ينطق بديت من الصفر. انتبه، ترى هذا مفهوم خاطئ. أنا دائما لما أشوف قصص نجاح أتحمس له كثير، لكن أقعد أفكر بهالصفر هذا اللي ما بقى أحد ما استخدمه. في غير الصفر، في أرقام كثيرة يجب أن ما نتجاهله. بهالسلسلة هذه تبي تتابع معي مجموعة الأرقام الكبيرة اللي تجاهلناها لأجل الصفر.